بدي بلش معك رولا بصفحتك على انستغرام. لفتتني الطبيعة، لفتوني الألوان، تخيلت حياتك حياة ملونة. بس لما قريت التعليقات الكابشن تحت الصورة شفت إنه في كتير ألم. بتقولي حصل الطلاق بعد ما تركت البيت بتشرين الثاني 2015، طلقنا وكان بدي الأفضل لأبني. شو صار بهالليلة؟ هيدي كانت الليلة يلي أنا قررت فيها إني أترك البيت. هيدا لأنه أنا كنت أساساً طالبة من جوزي الطلاق هوني، وكان هو أوريدي رافض لهيدا الموضوع، وأنا حسيت حالي علقانة تقريباً سجينة. يعني أنا كانت النية عندي إنه أبعد 3 أيام وأرجع أخد ابني، يعني هيدي كانت النية. قديش عمره؟ بوقتها كان عمره، كان بعده ما طبق ال4 سنين، كان عمره 3 سنين وشي 7-8 أشهر. أنتوا عم بتفلي من البيت، قلتي كان بدي مصلحة ابني، ليش ما أخذتي ابنك معك؟ الولد بعمر 3 سنوات من مصلحته يكون مع أمه. هو طفل عنده احتياجات خاصة. هو من بعد عمر السنة وشوي اكتشفنا أنه هو عنده توحد، وأنا ابني بحاجة لروتين معين، لبيئة معينة لحتى هو يكون مرتاح. عنده أكل، كان عنده أكل خاص لازم يأكله، ألعابه كلها وكل أغراضه بهيدا البيت، وبهيدا البيت موجود يعني كل شيء هو بحاجة لإله. فحسيت أنه مش منطق أبداً أنه أنا أحمله معي وعرضه لهيك نوع عدم استقرار. هو بحاجة إلى بيئة تحضن حاجاته الخاصة 100%. سؤال، كتير أمهات بيتحملوا علاقات زوجية متوترة كرمال يبقوا حد أولادهم، كيف إذا كان ولد عنده احتياجات خاصة؟ قاسي السؤال؟ مش قصة قاسي، لا بجاوبك إنه مثل ما قلت في زوجات ممكن يتحملوا هيك نوع علاقة مش عم تكون كتير سلسة ومنيحة. بس أنا برأيي إنه هيدا الشيء بالنهاية بلا بينعكس على الطفل. يعني أنا ابني كان كل يوم عم يحضر ويحس قدي أنا وبيو منتناقر، قدي في حساسية بيناتنا. في عالم بسموها تضحية، في عالم كتير بيقولوا إنه لا أنا ببقى مع جوزي وبكون هالقد مني سعيدة وهالقد الجو بالبيت مش مزبوط، وبيعتبروا إن هيدا الشيء لمصلحة الأولاد. أنا ما بوافق، أنا ما بوافق، لأنه إذا الأهل هن مش منسجمين مع بعض ما ممكن يكون جو البيت شيء مفيد للطفل. قدرتوا توصلوا لاتفاق ما بعد الطلاق شو لازم يصير بموضوع حضانة الولد؟ رجعنا عملنا اتفاقية يلي أنا فيها اتنازلت عن حضانتي، وقبلت إنه البي هو يحافظ على الحضانة، مع إنه أقدر شوفه، أقدر أكون جزء من حياته وكل هالأمور. حسيت إنه إذا أنا بدي عند إنه أنا أخذ الحضانة، أنا بدي أكون عم كون شوي أنانية وما عم فكر بمصلحته. أي درجات من التوحد كان عم بيعاني منها ابنك؟ إذن كان بعده لا وقتها بعده non-verbal، يعني بعده ما بيحكي وما بيعبر. وكنا بعدنا حتى ما بلشنا بالثيرابيز اللي هو لازم يخضع لها لحتى شوي شوي يتحسن. الحب اللي كانت عم تعطيه الام كيف كان يتفاعل معهم؟ كيف كان يعطيها اشارات انه هو عم بحس وعم بيشعر بالحب اللي عم تعطيه الام؟ كان يتفاعل معي انا وياه، اكيد كانت الصله بيناتنا ما فيني اوصف لك اياها. يعني صحيح ما بيحكي بس انا بفهم عليه، وصحيح يمكن ما بيجي وبيعبطني مثل طفل تاني، أو حتى ما بيعيط لي ماما، بس أنا بعرف إنه بحبني، وبعرف إنه هو كتير مدرك إنه أنا أمه وإنه أنا بحبه وإنه أنا دايماً حده. شو اللي أدى لكان إلى الحرمان التام والإخلال بالبند الخامس يلي بحق للأم إنه تشوف ابنها؟ هذا تصرف لهلأ ما له تبرير. هو أخده وسافر لسنتين مش شايفته، أخدوا على أساس إنه شهر شهر ونص وبيرجع، وما عاد رجع.
من سنتين. شو أول رسالة صوتية طلعتي له إياها؟ كيف بتذكري فيكي؟ هاي إيدن بير. هاي مامي. أنا I missed you so much and I can't wait to see you. وبدي غني لك هيدي اللي كانت كتير تضحكك. The insy winsy spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Up came the sunshine and dried up all the rain. And the insy winsy spider went up the spout again. اوكي نتذكسكو ويضحك. يمكن اوقات الام ترجع على ارض الواقع وبتقول له لابنها I hope that one day you will understand the complexities of relationships. يعني كأنه الأم بترجع على أرض الواقع بتقول له يمكن لما تكبر رح تفهم لحالك. كأنه رولا بتحلم بترجع على الواقع وما فيي ما أختم حلقة الليلة لما قلتي له شكرا لأنه خليتني أصير أم. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية turn on notifications لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.